فكما تلاحظوا تفاجئنا بالقرار ديال المنع ديال هذه المحطه النضاليه، وكما تلاحظوا ان كانت قوات كثيره. الحمد لله الامور دازت على كما تنتمناوها، ان ما كانش شي تدافع بيننا وبين القوات. حنا تنحترموا القانون وتنتمناو ان المسؤولين حتى هما يحترموا القوانين المعمول بها وينزلوها بحذافيرها. ف ماشي ضروري انهم يقمعونا باش نوصلوا الصوت ديالنا كمتضررين، كصنف الثاني متضررين من هذه العشوائيه اللي تدار بها التنقل بمدينه الرباط. فاصغر واحد ولا اي واحد اي مواطن هنايا غادي يلاحظ المحطات العشوائيه ديال الصنف الاول اللي تكثرات بحال البتيبان. والغريب في الامر انه حتى كاين ولاو عندنا حتى محطات ديال الخطافه. فالكل يتذكر الحادثه اللي طرات هنا ما بين سياره اجره ديال الصنف الثاني وواحد الخطاف اللي كان هاز معاه 12 مواطن بعيد كل البعد على المسائل ديال السلامه. فما عرفتش كيفاش تدار هذه الامور وكيفاش هاد المسؤولين تيفكروا والرؤيه ديالهم. وحنايا مقبلين على تنظيم منافسات ديال كاس افريقيا ومنافسات ديال كاس العالم، لان الحاله اللي وصلنا لها بصراحه تعزمنا تعزم كبير، لا في الماديات لا في الحاله الاجتماعيه. والمفروض انه يفكر ان كاين مسائل وكاين قوانين اجتماعيه طرحها سيدنا، يعني فيما يخص التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه. فلحد الان كمتضررين نتاع الصنف الثاني وكممثلين ديال الصنف الثاني تنقولوا للسيد الوالي انه راه ما يمكن ليناش نخلصوا في هذه الظرفيه هذه، نقيو لينا مجال الاشتغال ديالنا. حنايا مستعدين اننا نخلصوا ماشي غير لامو، نخلصوا لا روتريت، نخلصوا كل المسائل تتعلق بالمسائل الاجتماعيه. كرو الناس ديال الصحافه اللي متابعانا وتتشوف الخطوات ديالنا اللي مرينا بها كل مره، يعني الامور مرات بلقاء تواصلي في القاعه ديال السيديتي ودرنا بيان ختامي قلنا لهم الناس شنو بغات. الناس بغات توقف لانها سائمه من لغه التسويف ديال الاداره، سائمه من لغه الخشب ديال الاداره. ناتي هنا لامام هذا العماله لكي نعبر عن ما نعانيه. هناك ظاهر شريف، انا اتحدث معك قانونيا وباختصار، هناك ظاهر شريف ينظم قطاع النقل ومن ضمنه الفصل 2 في الظاهر الشريف الذي ينظم هذا المرفق العمومي المتمثل في الصنف الاول والثاني. الصنف الاول جاء الظاهر واضح يفصل في مجال اشتغال كل صنف على حده. الصنف الاول يستغل في النقط المحيطة بالمركز وليس داخل المدار الحضاري. الصنف الثاني معروف الشغل داخل المدار الحضاري ما يمكن ليش يتجاوز المدار الحضاري، إذا تجاوز المدار الحضاري مصيره ومآله المحجز البلدي. فلهذا الإدارة مطالبة بتطبيق الظاهر الشريف الذي يمثله الممثل الأعلى للأمة المختوم باسم صاحب الجلال. فإذا كانت الإدارة المتمثلة في ولي الولاية أنها تغض الطرف عن شيء قانوني يعني وتقفز عن الظاهرة، تقفز عن الظاهر الشريف المنظم للمهنة، يعني التساؤل المطروح ما السبب؟ هناك طبعا تواطؤ بين الصنف الأول المحلي والمدن المجاورة، لأن باش أنه الصنف الأول يشتغل في سالة أو في تمارة من طبيعة الحال أنه خصو يمرر الصنف الأول المدن المجاورة أن كذلك تشتغل في مدينة الرباط. هذا من الأشياء اللي هي أولية. أما إذا أردنا الحديث عن قطاع سيارات الأجرة ككل فيجب أن يوضع له إطار قانوني. إطار قانوني يناقش في قبة البرلمان وبعدها يصدر عنه منشور وزاري لكي يكون هذا القطاع مقنن. تصوري معي أن دورية تقفز عن الظاهر الشريف، هذا شيء جنون. نعلم أن الظاهر مقدس، شيء لا يمكن القفز عليه،
فلهذا انا اطالب جميع السائقين المهنيين ان تتوقف سياره الاجره الصنف الثاني عن السير والجولان حتى تحقيق جميع مطالب هذه الفئه هذه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.